يعني استغفر الله باقي استغفر الله. دقيقة باقي دقيقة على ذا ترى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استغفر الله استغفر الله. مات محمد الوسيلة والغنى مات المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. يا رب يا الله يا الله يا الله انت غفر ذنبنا يا رب. استغفر الله. ما بين الاذان والاقامه الدعاء هي مستجاب يا رب. فالانسان لا ينسى نفسه وابناءه واخوانه والمسلمين. عندما ندعو للمسلمين من اسباب استجابه الدعاء أو من آداب الدعاء أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه الثناء، ثم بعدها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها تدعو لنفسك وتدعو لأحبابك وأصحابك ووالدينك، وكذلك تدعو من أسباب قبول الدعاء أن تدعو للمسلمين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. يعني هذا الوقت الآن يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما بين الأذان والإقامة يعني الدعاء فيه مستجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. وصراحة يعني في كلامنا عن الوقف عن اليتيم كم حاجتنا أن نكون في خدمة هذا اليتيم. العمل المتعدي أجره عظيم، وعندما نتبرع ونتصدق لله سبحانه وتعالى في وقف. في الزمن القديم ما كان أحد يملك الوقف إلا التجار. الآن هيئ لنا ونحن أصحاب الدخل البسيط أن نكون من أهل الأوقاف. يعني ولو ما تملك إلا ريال هللة تستطيع أن تشارك في هذا الوقف العظيم. فهذه صراحة نعمة وكرامة من الله سبحانه وتعالى وتيسير أن يكون لنا الأجر العظيم. وقف مدى الحياة في أفضل بقاع الأرض وتخدم أفضل فئة من الناس هم الأيتام، الذي بمسحك على رأس اليتيم بكل شعرة لك من الحسنات. الفضل العظيم عندما تكرم هذا اليتيم، وجمعية رؤوم من أفضل الجمعيات التي مرت علينا في هذه القناة نتكلم عنها، ورأينا خدماتها بعيننا ما شاء الله. الشباب لما ذهبوا ورأوا الخدمات ترفيه تعليم تثقيف، يعني باص يروح يأخذ اليتيم من عند باب أهله من عند أمه ويوديه للجمعية، لا يوجد عليه يعني جمعية يتيم أو تجرحة أو كذا، يعطى بطاقة يشتري بها في المواد الغذائية، يشتري فيها لباسه، يشتري فيها جميع حاجاته، ولا يوجد كذلك فيها تخصيص أنها لليتيم، إنما بطاقة عادية يدخل بها البقالة، يدخل بها الملبوسات، يشتري فيها حاجته ويخرج مثله مثل غيره. وصراحة جمعية رؤوم قدمت خدمات اليتيم يعني تذكر فتشكر. وعندما يعني يتصدق الإنسان يتمنى ويرجو من الله مثل ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في ظل صدقته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلموا شماله ما تنفق يمينه. فنحن المحتاجين، وهذه الجمعية دعمها سيدي ولي العهد محمد بن سلمان عدة مرات للخدمات والشفافية وعالية الحوكمة عندها هذه الجمعية. قبل قليل طرينا قصة أبو عبد الله، يا ليت يذكر لنا قصته في الصدقة أبو عبد الله. قبل قليل عن فضل الصدقة، ونعيد لأن الصدقة أمرها عظيم وذات فوائد إيجابية كثيرة على المرء في حياته وفي مماته. وطبعا أنتم عرفتوا ومريتوا وسمعتوا وتحدثتوا عن فضل الصدقة والأحاديث الواردة فيها والآيات العظيمة التي نزلت في الصدقة، منها قوله تعالى أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وآيات عديدة. طبعا أنا أذكركم قصة مرت علي تبين من خلالها عاجلا أثر الصدقة. أنا مرت علي هذه القصة. ذات يوم قالت لي أم عبد الله ترى ما عندنا خبز، جبنا خبز. قلت والله ما مخبات شيء، الرصيد فيه 253 وبعيد الصرافة، أشوف أعطيني عشر، أعطيني عشر تريل سان عندس ولا أقعدوا ولا أقعدوا. الله يجزاه خير، أعطتني العشرة ورحت. فدخلنا المسجد وصلينا، فكان فيه واحد من الأخوة اللي يشهدون. أنا أمقت هذه العادة ولا بعطي أحد ولا عمري، بس هذا ما أدري إن شاء الله هداني أو جعلني أتجاوب معه، ولا معي إلا العشرة وأعطيته إياه. وأنا طالع من المسجد معي واحد من جيراننا اسمه أبو محمد من المديد بالعربي، قال أبو عبد الله خليني أروح للمخبز نجيب خبز. كذ مشينا سبحان الله. ويوم جينا قال دخل على المخبز قال عطنا بعشرة ريال الخبز بر. قلت أبو محمد خلنا 20 بالحلال، شنو جارك يجي معك يمشي باسم فاضي؟ قال صدق. قلت لي صدق ما بصدق، عشرة. ايه والله وانا اجيب الخبز. طبعا احنا قاعدين نتعشى وكذا، اتصل احد الاصدقاء يقول ان عنده بنت عندها بحث في موضوع ما، واذا تكرمت يعني تشوف لنا منه ولا منه ولا وش تدلنا عليه والا. قلت ابشر، خبز نتعشى وابشر. تعشينا ورحت المكتبه حقت البيت، قعدت ابحث في الكتب، هذا الكتاب ذا وذا الكتاب. أثناء البحث وأنا أبحث في الكتب وجدت في أحد الكتب 12500. الله متى هذا اللي حاطه؟ يمكن قبل 10 سنين وأنا بسافر ما مداني يوديني البنك وما أدري شلون حطيت ونسيت، ولا يمكن أن على بالي أبدا. لكن الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة البسيطة دلني على هذا المبلغ. جيت الأم والعيال قلت هذه 500 حبس حتى بعد العشرة هذه 5 واثنى عشر رحنا والحمد لله. فهذا طبعا أنتم ذكرتوا قصص عديدة عن الصدقة، ومهما تكلمنا ومهما تكلم الناس ومهما ما إلا أن الصدقة يبقى تأثيرها الإيجابي موجود على الفرد في صحته وفي ماله وفي صلاح أبنائه وذريته، هذا في الدنيا فما بالك في الآخرة. الله يجعلنا وإياكم من المتصدقين. أسلم أبو محمد. نعم. فيما يخص الوقف والصدقة كذا عندي أبيات بسيطة. يا سلام. يقول درس الزمن يستوعبه كل رجال. يا سلام. ياخذ دروس عاقبتها السعادة. هذا. ينفق بوجه الخير لو ينفق ريال، أخير من يجمع ويطلب زيادة، ما للكفن مخباه يا ماسك المال، أنفق مدامك بسعة معك إرادة. ساهم وتاجد خير في كل الأحوال، يوم القيامة تاجد أهلك شهادة، لا مت مالك صار ملك للأنجال، تصرفوا به والثرى لك وسادة. يا سلامك. هنا رسالة لك أبو سليمان. بتنحاش؟ لا والله أشهر. لا بس يبي ياخذ قهوك. الله يسلمك. الله ياخذ له ابو سليمان يعني غطى. هنا رساله من اخوي رايد الجهني مدير جمعيه املج اللي كانوا معانا في البزنس. يقول اسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات الاحبه الكرام، العم ابو سليمان والعم العزيز ابو عبد الله وابو محمد وابو فالح
والأخ أبو عبد العزيز وباقي الضيوف مستمتعين معكم، وبذلك الحديث الشيق والجميل الذي ينبع من رجال أصحاب خبرة وعطاء. أدام الله عليكم هذا الاجتماع الطيب، وأمدكم الله بالصحة والعافية، وهنيئا لكم ولكافة العاملين في هذه القناة المباركة المحافظة. سعيكم في هذه الأوقاف المباركة التي تترك أثرا طيبا على الفقراء والأيتام والمحتاجين. دمتم بخير، أخوكم ومحبكم رايد الجهني. يعلم الله، يعلم الله يا أخوي رايد أبو علي، لك محبة ولك غلا، وصراحة صراحة يعني أيام قضيناها مع بعض لا تنسى في تاريخنا الجميل، وإضافة جميلة لنا يا أبو علي، والله يسعدك ومشتاقين لك يعلم الله. أسلم أبو سليمان. يا أبو علي هنا عزيز الجناب. يا سلام. يا أبو علي هنا عزيز الجناب، عسى لنا وياك عستر بابا. يا سلام. لتكتشف هاجينا وتاتي زيارة، وانا الشرف في جيتك عندنا، وانا الشرف في جيتك عندنا. سلامتكم. صح لسانك. بروح اتوضا وبرجع. طيب خلي المايك معك ابو ما عندك ابو محمد، ما عندك مشكله. طيب غرد علينا التغريدات الجميله. انت ابو فالح دائما بنوضي ونجي دائما يا ابو فالح. ثواني وراجع. تبي توضي بعد انت ابو سليمان؟ بسم الله. بعض الناس يظن انه هو المتفضل لو اذا تصدق، يعني اذا قدم صدقه ولو كانت يعني صدقه، يصير هو يظن انه تفضل على المحتاجين وبذل، يعني بينما هو المحتاج، يعني في هذه هو المحتاج. فانا كتبت فيها يقول يلي تفضلت للمحتاج في حاجه، هو صاحب الفضل وانت بحاجه المده، زاد برصيدك زاد برصيدك نهار الحشر، والحاجه محفوظ لك تاجده لو طالت المده. اجعل يدينك مع اهل البذل وهاجه، وحبال جودك بدرب الخير ممتده، ما تنفق تاجده لا جيت محتاجه. يوم القيامه رصيد، يوم القيامه رصيد قلب، يوم القيامه رصيد قلبك يوده. ابو حمود شوش عليه وضاعت حتى الحروف. اليوم فرحانين فيك، حنا فرحانين فيك والله. انت المحزن. والله فرحانين، والله فرحانين فيك. ومن قال سالم؟ فيه مشاركه من المشاركات القصيره، يعني بعض الناس سبحان الله العظيم قد ينسى حقوق الوالدين وهم احياء، وهو المفترض ان يعني يزيد حرص الانسان على والديه بعد الممات اكثر من حياته، لان في حياتهم قد يكون تواصلك معهم او اعمالك كذا خجلا منهم او رجاء فيهم، لكن اذا ماتوا اصبح الان العطاء هو العطاء الفعلي اللي نابع من قلب صادق. فبعض الناس سبحان الله يعني يظن اذا يقول الله قلت مثلا الوالد، قال والله الوالد ميت من زمان. طيب ولو هو من زمان انت يجب ان تترحم عليه في كل سجود، لان والديك انت الان الحبل الممتد بينك وبين الله سبحانه وتعالى بعد وفاتهم. ف بعض الرسائل تجي وقت ما هي مناسبه ابدا. يقول للوالدين حقوق دين وفضيلة، وللميتين حقوق وحقوق للحج، ومن لا يقوم بواجبه عز تيله، مرتاح لو هو جالس ببارد الفي، من فقدهم كني يبصال المليلة، بغيابهم لو عات بالقلب تكوي، غابوا لهم عدة سنين طويلة، وبغيابهم ما ضاع من فقدهم شيء، إلا أحس الشوق زاد بحصيلة، أشوفهم بالنوم وفز وبكي، يلا عساهم في جنان ظليلة في رحمتك يا ربنا الواحد الحي. الله يبيض وجهك. اللهم وجهك وجهك. الله يشفي يا أبو محمد، ما شاء الله عليه. يعني هذه لفتة كريمة، وترى بعض الناس يعني محذنة، ما هو يعني ما هي مقصودة منها بعض الأمور، لكن يبقى يا طويل العمر
القلب الحي يا طال عمرك، لأنه طال عمرك زي ما تفضلت انقطعوا من هذه الدنيا وهم في حاجة ماسة يا طال عمر، ويعني فضلهم عليك كبير ويجب أنك طال عمرك تبذل كل ما تستطيع. ويا أخي لم تستطيع، مع أن والله ما في عذر، يعني إحنا في خير وعندنا خير وعندنا أرزاق، لكن على الأقل يا أخي على الأقل طال عمرك تدعو لهم، هذا أقل الواجبات عليك، لأنهم في حاجة ماسة وغادروا من الدنيا ولا حول لهم ولا قوة إلا أن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله طبعاً أن يجعلهم في جنات آمين. وأنا والله يا أبو محمد الله يبيض وجهك، أنا مرحبتين عليكم السلام، يعني وإن كانت لنا مقلين ومقصرين، لكن الوالد والوالدة يا طويل العمر، أنا وأنت وكل من يسمعنا وكل من يشاهدنا، يا أخي لما طال عمرك من فقد الوالد والوالدة، وإن كنا حنا بعد أن الآن طال عمرك عسى الله يرزقنا إن شاء الله من يعتني فينا ويعطف علينا، لا أبشر بخير، لكن طال عمرك من كان الوالد والوالدة موجودين عندنا في البيت، سواء عندي أو عاد أحد أخواني، كان البيت اللي هو فيه زي الخلية، هذا يجي للوالدة طال عمرك من أقاربها، والحريم يجون والجماعة يجون والناس كبار السن يجون ويسألون وكذا، وحنا نشعر والله كنا نشعر ببركة ونشعر بسعادة. الآن غادر ولي طال عمرك، يجب لنا على كل حال لكل إنسان إنه يحط باله طال عمرك من هذا الأب ومن هذه الأم. وأنا بطال عمرك يعني تكلمت وقلت أبيات بالوالد والوالدة أو فيما فقدتهم، وأنا من ضمن قصيدة طال عمرك يعني للتذكير، يعني يقول يا روحي روحي وين ولي واروح، فقد الأب والأم تراها طال عمرك تجرح المشاعر. نعم نعم. يا روحي روحي وين ولي واروح، والقاك يا دكتور انت داوي الجروح، اللي توارت حدر حد بالضلوع، تبان نزول ولا راضت بالطلوع، على فراق غل البشر فارض عينا، يجع لقبرين بهمي وبويا، تفتح لابواب الجنات عدنا، من طيبها يلقوني وبرادها، من طيبها يلقوني وبرادها. فأنا أوصي كل طال عمرك، أوصي نفسي أنا قدام كل شيء، الآن طال عمرك أنت في خير وفيه زي الوقت هذا يا أبو محمد نفداك، ولا يهونون الشباب اللي يحضرون للصلاة ولا أخواننا في المجلس، إن طال عمرك يعني لا تستكثر عليهم شيء، خاصة صحيح. الوالد والوالدة صحيح. أنت في خير والله منحك رزق وكذا، يعني قليل في حقهم أنك تعمل لهم سهم ولا سهمين ولا عشرة أسهم، وهي قليلة في حقهم، ولكن صحيح. على كل حال عشان تستطيع ولا يضيع شيء، ولا يضيع شيء والله، ولا يضيع حاجة، بادر بادر بادر، لأن طال عمرك إذا الله أصلحك طال عمرك وكنت يعني لفتة كريمة لأبوك وأمك، طال الله بيسهل لك يوم من الأيام من طال عمرك صحيح. يحنوا عليك ومن أقول لك على قصة حصلت حاصلة على والدي الله يرحمه، كانوا رايحين المكة، الدكتور أبو عبد الله، الوالد الله يرحمه كان رايح هو أخوي وزوجة أخوي، كانوا رايحين المكة، وهم نازلين صلاة الفجر طلع أخوي ريالات ورق، ريالات تقريبا حول 100 ريال، وعطاها أبوي قال وزعها يا أبوي صدق كل ما تمر على وزعها على العمال على المحتاجين. الوالد الله يرحمه حريص على أنه يعني يعطي المحتاجين داخل حدود الحرم، فقسمها بالنص وقال لزوجة أخوي أنت بتطوفين بعد الصلاة، الكلام هذا قبل 10 سنوات أو 15 سنة، قال تبي تطوفين بعد الصلاة الفجر؟ قالت إن شاء الله، قال وزعيهن على اللي تحصلينهم ضعفاء أو على العمال الحرم، جعلها صدقة لأمي، هاللفظ يقول كذا، قال جعلها صدقة لأمي. طبعا زوجة أخوي ما هي من العائلة، وأم أبوي الله يرحمها ميتة قبل حول 60 أو 70 سنة، يعني ما تعرفها نهائي، فوزعت أثناء الطواف وراحت للسكن وجهزت القهوة والفطور، الوالد أخذ السبع وثم جلس بالحرم صلى صلاة الإشراق وراح. يوم جاء وقعدوا يتقهون، جت زوجة أخوي قالت يا خال
بسألك جتني حرمة بالمنام تقول أكرمتونا الله يكرمكم، شكلها كذا وعطتها أوصاف دقيقة جدا، قال هذه والله أنا صورة أمي. شوف ما تعرفها، تقول شفت صورتها بالشكل كذا، طولها عرضها ملامح الوجه كذا كذا، قال هذه والله أنها صورة أمي. سبحان الله العظيم، دليل أنها إن شاء الله قبلت الصدقة، ودليل شوف يعني الفعل ترى هي ريالات بسيطة، ما يعني ما هي شيء اللي وزعت، لكن القبول أسأل الله القبول، هذا اللي الإنسان يتمنى. استعنا بالله، صلينا استعنا بالله، صلينا دكتور، توكلنا على الله. يلا شباب، يلا أبو محمد، بسم الله، يلا أنت اللي أذنت. والله طال عمرك قدني أقلد المذيعين. يلا يا أبو عبد العزيز، والله أقلدتك تقليد كامل في كل شيء. يلا يلا أذن أقم. أيوة فرصة، والله فرصة. الله أكبر الله أكبر.